ورجعتي عند السيدة اللي كنتي خدام معاها. رجعت عند السيدة اللي كنت خدام معاها وقعدت، استغفر الله، قعدت. جا المخزن هزنا، جاو رجال الأمن اعتقلوكم. اعتقلونا، حيت ماشي غير الدار تاع بوحدة اللي تمانية، بيوت، مجموعة بيوت ضعرات معاك. هزنا المخزن، ضربوني أنا بست شهور. تشديتي في الحبس، دوزتي السجن، شنو كانت التهمة؟ كانت التهمة ما داروش ليا مشاركة ولا، داروا ليا شذوذ جنسي. داروا لك الشذوذ الجنسي. حيت كنت شديت في واحد الوضعية اللي ماشي جالت الخدمة اللي خدام. رجال الأمن اعتقلوك في وضعية حميمية مع رجل. يس. وتقدم، اعتذر، تقدمتي أمام أنظار السيد الوكيل جلالة الملك. وتوبي، مشيتي في حالة اعتقال. مشيت بحالة اعتقال ومشيت. وصدر في حقك حكم بستة أشهر سجن نافذة. ستة أشهر سجن نافذة، ولكن دوزت فيها غير ثلاث شهور. استنفتي. هما اللي استنفوا لي، المحكمة استنفت. المحكمة. حيت قالوا لي اش بدي المحامي، قلت له ما عنديش. يدلور ويدل قدامي. لقيتي راسك في الحبس هشام. لقيت راسي في الحبس. ها التجربة السجنية، دخلتي للحبس. وي اللي خرجت منه، كنت ناوي يا ريتني ما خرجت منه. يا ريتك ما خرجت من الحبس. يا ريتني، أقسم بالله العلي العظيم، يا ريتني ما خرجت منه. علاش هشام؟ لقيت فيه أسرة. الناس كيقول لك الحبس ما تبغيش لعدوك. انت كتقول كون غير بقيت في الحبس. ثلاث شهور. الحبس رحم لك من الزنقة. رحم لي من الزنقة، لقيت فيه أسرة. حيت ما كانوش حاطيني مع الرجال ولا مع العيالات. اصلاح وتهذيب فعلا. ما كانوش حاطيني مع العيالات ولا مع الرجال، كانوا حاطيننا عزله تاع الشذوذ الجنسي. انتم مجموعه ديال الشواذ بوحدكم. عزله كتسمى العزله. ولكن كنطلعوا على الرجال، ولكن ما كيقرب لنا حد، ما تنقربوا لحد. الاستراحه تاعتنا بوحدها، التفرق الماكله عند تاعتنا فوق تاع بوحدها، ماشي بحال الرجال ولا العيالات. فهمتيني؟ تلاقيت مع اللي محكوم بالاعدام، تلاقيت اللي محكوم ب 50 سنه وب 30 سنه وب 40 سنه، تلاقيت مع بزاف الناس. تلاقيت مع واحد وقت ما قلت لي مالك تبكي، تيقول لك انا قتلت اللي كان تعدى عليا ملي كنت صغير. يعني تلاقيت مع بزاف، حتى وليت انا ديك السيمانه الاولى تنخاف منه، وليت كنخاف منهم. وليتي كتخاف منه؟ السيمانه الاولى، الشهر الاول، ولاو عندي هما احبابي هما صحابي، نعاود لهم كل شيء، نبكي ونغني ونشطحوا. كنا تنضرب حيت ممنوع الحديد تما، كاين دوك الغرور اللي فاتوا علمي، كنبداو نضربوا في سميتو، نبداو نشطحوا حتى يصبح الحال ما كاين اللي يقول لينا والو. صافي، هي هذيك خرجت. دوزتي المده السجنيه وخرجتي؟ دوزت ثلاث شهور فقط. ثلاث شهور. عطوني ورقه حيت ما كان شدوني، ما عندي لا تليفون ولا ما عندكش، كلشي بقى تم.